نبدأ جولتنا على صفحات اليوميات الصادرة نهاية الأسبوع ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا، حيث كتبت صحيفة لباريزيان أن ألسنة اللهب قضت في جنوب غرب فرنسا على نحو 9000 هكتار من الغابات، وأجبرت أزيد من 10000 شخص على إخلاء بيوتهم، العديد منهم من المصطافين الذين قرروا قطع إجازاتهم بدلاً من البقاء في ملاجئ مؤقتة أقامتها السلطات المحلية. وفي إسبانيا ذكرت صحيفة لاراثون أن حريقاً مهولاً اندلع على الحدود مع البرتغال بالقرب من حديقة مونفرانك الوطنية، وهي محمية طبيعية تشتهر بالحياة البرية، مشيرة إلى أن منطقة إكستراماتورا حيث تقع الحديقة شهدت حرائق قضت على آلاف الهكتارات هذا الأسبوع. صحيفة The Independent البريطانية كتبت من جهتها أن المرشحين الذين يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقوا وجهاً لوجه خلال أول مناظرة تلفزيونية في وقت تزداد المنافسة بينهم شراسة. ونقرأ على يومية ليبغ بلجيكا البلجيكية أن إيلون ماسك تقدم بطلب إلى القضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل في الدعوى التي رفعتها منصة تويتر لإجباره على شرائها وفق شروط متفق عليها، وذلك بعد أن طلبت شبكة التواصل الاجتماعي إجراء عاجلا.